ليش لازم تستخدموا Forever Aloe Sunscreen؟ بيحتوي على SPF 30 يلي بيحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة. تركيبته مقاومة للماء. كمان بيرطب البشرة لأنه بقلبه ألوفيرا جيل وآمن لاستخدامه على الأطفال. طيب كيف فيكن تستخدموا Forever Aloe Sunscreen؟ فيكن تحطوا 15 دقيقة قبل تعرضكن للشمس، وإذا كنتوا عم تسبحوا أفضل ترجعوا تحطوا منه كل ساعتين.